مساء الخير، مساء الصحة والجمال. من أول حلقة معاكم من برنامج جمال حواء. البرنامج هيكون مختلف بالنسبة لناس كتير بتشاهدنا. في أغلب البرامج بتجيب دكاترة وبتجيب متخصصات شعر وبتجيب ميك اب ارتست. المرة دي لا، الموضوع مختلف. هنجيب ناس تتكلم على السلبيات اللي بتقابلها في الشغل، وتتكلم على السلبيات اللي بتواجهها مع العملاء أصلا. عايزين ندي نصايح كتير جدا جدا جدا، ويا رب نكون عند حسن ظنكم والبرنامج ينول اعجابكم. النهارده ابتديت الحلقه بتاعتي مع اصغر متخصصه لقيتها في القاهره وفي المنيا وفي الصعيد. متخصصه ابتدت وهي عمرها 17 سنه. 17 سنه حطت في دماغها ان هي لا، لازم تكون حاجه كبيره، عايزه تشتغل، عايزه تنجح، عايزه تحقق مستقبل. فدي انا شايفاها ان هي بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، نموذج حلو جدا جدا لكل البنات اللي مشغوله بالسوشيال ميديا والواتساب والانستا وي وي وي. لا، دي حابه انها تشتغل، يكون عندها مكان تشتغل في البروتين وتشتغل في الصبغه وتشتغل في البشره. النهارده بقى انا جايبها لكم علشان خاطر هي اللي تقدم النصايح وتشوف ونقدم للبنات كمان هي اشتغلت ازاي، ابتدت ازاي، اتعلمت ازاي. وده هنستقبلها معاكم وبعد الفاصل، وانتظرونا ومش هتاخر عليكم، اوعوا تروحوا في حته تانيه. رجعنا لكم بسرعه عشان خاطر نقدر نستفاد باكتر وقت مع مريم. عايزاك يا مريم تعرفي نفسك الأول للمشاهدين، وتقولي لنا ابتديتي أصلا، دخلتي المجال ده ازاي؟ أنا مريم، ابتديت إن أنا أشتغل أساسا بعد ما خلصت تانية ثانوي على طول، وأنا رايحة تالتة ثانوي. أنا بحب أساسا، أنا هاوية مجال الشعر والبشرة، فأنا ابتديت أولا فتحت مشروع صغير كده، مستحضرات تجميل، وبعد كده بدأت أتجه لموضوع البروتين، أخد كورسات. فضلت سنتين في موضوع البروتين بس. انت عندك اصلا دلوقتي كام سنة يا مريم؟ أنا لسه مكملة 20 سنة من شهرين. 20 سنة؟ وهي بتقول بقالها 3 سنين، يعني ابتدت وهي عندها 17 سنة. انا عايزة بس البنات اللي قاعدين ماسكين التليفون 24 ساعة يتفرجوا على الحلقة دي بالذات، عشان خاطر انا حاسه ان هي بجد نموذج مشرف، وبجد انا مبسوطه ان انا فتحت كده اول حلقه معاكي. ربنا يخليكي يا رب. بصي، حتى هو انا وانا قاعده على السوشيال ميديا برضو متجهه لحوار ان انا اتعلم برضو البروتين، الشعر، تركيبه الشعرايه، ازاي اهتم بالشعر. بدات اقرا كتير جدا، وبعد كده اتجهت لحوار الموضوع الكورسات. اخدت كورس والتاني، وابتديت ان انا افهم سنه سنه. ابتديت ان انا اشتغل على موديل طبعا قبل ما اشتغل على عملاء، وبدات طبعا البروتين. وبعد سنتين بدات بشره، ولسه من سنه من 6 شهور بدات موضوع الصبغه. طيب اول ما ابتديتي وفكرتي وانت عندك 17 سنه ولسه بتدرسي انت تدخلي المجال ده، موقف اهلك من الموضوع ده كان ايه؟ كانوا رافضين رفض تام ان انا ادخل في مجال الشغل اساسا، وخصوصا ان انا من الصعيد وكده، ما فيش مجال ان البنت تشتغل، ان البنت تخرج، ان البنت تسافر. فكانوا رافضين رفض تام، كل اهلي مش ماما وبابا بس. بس سنه سنه لما بداوا يعرفوا ان انا خلاص متمسكه بالموضوع، ده رضي بالامر الواقع. لا، ده انا اخدت مجازفات كتيره جدا عشان طبيعي. يوافقوا. بس يعني هو لسه موافقين من حدود مثلا سنه ونص ان انا ابدا اسافر، اخد كورسات، اتعلم، افتح مكان، اكبر المجال، ويشجعوني ان انا افتح مكان اكبر واكبر واوسع المجالات بتاعتي. يعني الحمد لله. بما انك بقى بقالك 3 سنين، وكلنا عارفين ان منتجات البروتين دلوقتي بقت كتير جدا، هل في فرق بحكم شغلك في 3 سنين دول؟ حسيتي فرق ما بين 3 سنين وما بين دلوقتي؟ هل المواد اختلفت؟ هل ايوه طبعا. الافكار، الثقافه بتاعت العملاء اختلفت؟ هو المواد اختلفت، لكن الثقافه بتاعت العملاء مش قوي، للاسف. ان هم فاكرين ان انا رايحه اعمل جلسه بروتين خلاص كده شعري هيفضل حرير، انا ماليش دعوه بقى ان انا اهتم بيه، ان انا لازم امشي على روتين معين، ان انا لازم احافظ على شعري. لا، انا خلاص عملت الجلسه، انا مش هعمل حاجه تاني. احنا عايزين النهارده بقى من خلال حلقتنا واضافتنا مريم، القصه قصه مش انا اشوف حاجه عجبتني فاروح اطبقها واروح اعملها، شفت فيديو او شفت صور على السوشيال ميديا شعر مفرود بقى وبسم الله ما شاء الله الشكل فظيع، ما اجيش اقول لا انا عايزه اروح اعمل ده وانا ما عنديش ثقافه انا شعري ده يتحمل ده ولا لا. فانا عايزه اسال مريم، ايه النصايح اللي انت بتقدميها للبنات دلوقتي؟ امتى تروح تعمل بروتين وامتى تقول لا انا مش هينفع اعمل بروتين؟
هي مبدئيا كده هي في حالة واحدة بس، إيه ان انا برفض رفض تام ان انا اشتغل لها بروتين او فيلر او ايا كان من الكلام ده كله، ان هي تكون لسه عاملة فرد كيميائي بتوصل الكلام ده اللي هو كان لسه طالع قبل البروتين، لسه مثلا عاملاه من شهرين، هو ما زال بالتالي هو ما زال هو ما زال موجود. هو موجود. يعني انا فبالتالي بسمع المراكز ليها اسم كبير جدا جدا جدا، بتستخدمها. وبتشتغل بمواد فيها نسبة كيميكال عالية، وما شاء الله المراكز لسه مفتوحة يعني. ايوه فده فعلا. ده دليل على ان احنا اصلا مش مثقفين كفاية، ان احنا انا هتعامل مع شعري ازاي، هتعامل مع بشرتي ازاي. هي حاجة موجودة، لا خلاص هعملها. حاجة رخيصة، لا هجري اعملها، مش بدور فيما بعد ايه الضرر اللي هيعود عليا. انا فعلا انا بتصدم من عميله داخله عليا تقول لي انا عملت في المكان الفلاني شعرها مدمر تدمير كامل، إيه اللي هو مش هينفع في حاجه فعلا، اللي انت هو قص. بترفضي، انت بترفضي يعني لو جات لك عميلة وقالت لك انا عايزة اعمل شعري، او انا عندي مناسبة، او انا عروسة، انت بتقولي لا مش هعمل شعري ده. بصي، اللي هو زي ما انا قلت لك اللي هو فرد بطوس او كيماويات او البروتين اللي هو فيه فورمالين والكرياتين والكلام ده كله، عاملة من شهرين وبالتالي نتيجته مش بتبقى كويسة، تبقى ما بتديش فرد 100%، الشعر بيبقى خشن، فلا خلاص انا هعمل بروتين. تمام. هي فاكرة ان انا لما هعمل بروتين كده خلاص شعري هيبقى حرير. لا، ما ينفعش اساسا انا اللي احط مادة ولا احط مكوة ولا اشتغل بأي نوع ولا حتى افضل الانواع، ما ينفعش اشتغل على الشعر ده تماما، لازم يعدي سنة. احنا بقى البرنامج بتاعنا الاختلاف اللي فيه، احنا مش بنجيب ضيفة عشان نعمل اعلانات لشغلها ونقول لكم مثلا لا روحوا اعملوا. احنا بنجيب الضيوف عشان خاطر تنصحكم وتقول لكم انت تعملي وانت ما تعمليش. يعني معنى كده من كلام مريم ان لا، انت شعرك انت اللي تحكمي، شعرك ينفع تعمليه او مش هتعمليه، هتعمليه ازاي ومش هتعمليه ازاي. لما تحسي ان نسبة التساقط بتاعتك عالية جدا جدا، تحسي ان انت عملتي حاجه فيها نسبه كيميكال عاليه، او الحاجات اللي هي الفرد اللي انتوا عارفين اللي هي موجود في المناطق اللي الشعبية كلها ملهاش اي تصريح ولا ليها اي أيوة حاجه خالص، بقت مجرد موجودة انت في كل الأماكن. لا ما تروحيش تعملي وتقولي لا انا هروح لدكتور واخد فيتامينات واحافظ على شعري. مفيش حاجه اسمها انا بفرد واحط ماده واحط درجه حراره واقول ان الماده دي علاجيه، صح هو ولا ايه؟ علاج المنظر الشعر مش أكتر، اللي تمام. مثلا التقطيم احنا إيه. بنحسن شكل الشعرية الخارجية. ايه علاج مثلا للتقصيفة؟ طبعا التقصيفة ما بتكونش باينة، بتحفز نمو الشعر، لكن مش العلاج اللي هما متخيلينه. لا ده انا شعري مش هينزل تاني، لا ده انا شعري هيتقل، لا ده انا شعري هيطول، لا خلينا خالص. برضو نفهمهم ان في نسبة تساقط طبيعية طبعا هما مش فاهمين ده بتتراوح خالص. ما بين 50 ل 100 شعرية. ايوه واكتر. لو النسبة دي زادت عن الكمية دي، لازم دكتور، لازم طبعا تحليل ولازم علاج. وما اروحش انا عندي كم المشكله دي واروح اقول عايزه افرد شعر بروتين. لا، بس في عاملة بقى تيجي تقول لي عملت جلسة بروتين تنزل منها مثلا في حدود 20 30 شعراية، لا ده انا في تساقط رهيب. لا انت اقنعيها بقى ان ده طبيعي، مش هتقتنع ابدا. فهي لا، ده بسبب البروتين. هي بقى كل الحوار ان هي مش مركزة في التساقط قبل، هي بتبدأ تركز على شعرها بعد اللي بيحصل فيه. انت اشتغلتي ايه؟ قلتي اشتغلتي في الصبغة واشتغلتي في البشرة. البشرة يعني ما شاء الله عليكي، انا معجبة جدا والله بنجاحك ده. يعني انا كل ما يعني كل ما بتمكن من مجال معين ببتدي اشوف حاجة زيادة. يعني زي ما انا قلت لك بدأت في سنتين بروتين. احنا هنعرض الصور بتاعت شغلك عشان نخلي المشاهدين يشوفوا الانجازات اللي انت عملتيها. بس فاللي هو من 6 شهور بس بدأت في موضوع الصبغة، والحمد لله يعني بقت كويسة فيه. بس ده الفيديو بتاع الشغل بتاعي ده اهو، ده دي عميلة كانت عاملة عندي من سنة ونص، ان تمام، شاء الله. وجاية تعمل الجذور بعد سنة ونص. يعني هو من سنة ونص يعني دي حالة الشعر. الحالة دي كانت تاني مرة تعمل. أول مرة كانت من سنة ونص عملنا لا احنا صبغة، الشعر باين من تحت ما شاء الله فيه حيوية ده كده مفهوش وهو مغسول تقصير. لمدة 15 يوم بشامبو فقط. تمام، حلو جدا، تسلم ايدك. اسلميلي يا رب. عملنا صبغة وبروتين على الجذور وشعر كله طبعا صبغة، بس هي الصبغة اللي انا بستخدمها تبقى فيه امونيا، مفيش منها اي ضرر. بتستخدمي طبعا الوان معينه قبل البروتين، وفي الوان اللي هي بتتعمل الالوان الناريه دي ما تنفعش قبل البروتين. بتتعمل بعد البروتين. طيب ممكن تقولي لنا بقى
ايه الالوان اللي ممكن تتعمل وتقولي لا دي هتضر الشعر قوي بلاش نعملها؟ اللي هي الجراي، اللي البيج، اللي هو الاش جراي، اللي هو الريح الابيض ده، الالوان دي كلها عايزه شعر صحي جدا جدا. تمام هي في عميل بتدخل عليا بتقول انا عايزه اللون ده مش هيناسب شعرك، لا انا هعمله، تمام وفعلا بضطر ان انا اعمله لها. دي حالة شعر دي بعد ما خلصت النتيجة؟ ده بروتين فقط. ما شاء الله. ده دي كانت صبغة بروتين ولا بروتين بس؟ صبغه وبروتين، صبغه وبروتين، دي صبغه وبروتين. حلو جدا، انا بجد معجبة بشغلك جدا يا مريم، بجد ابهرتيني بسنك. يعني عارفة اللي هو ايه، انا هاخدك كده ايه مثال للبنات اللي لسه ايه بتدرس وحابة تفتح مجال جديد لنفسها. الفكرة عشان ننجح في حاجة لازم نحبها، طبعا وانت انا اللي وياه. نجحك في شغلك وطلع النتائج الجميلة دي ان انت بس ما شاء الله حابة الموضوع، صح؟ انا هوايه المجال جدا، شعر وبشره. حابة تزودي، حابة تزودي حاجة تانية غير الشعر انا والبشرة بفكر والسمنة؟ ان انا ازود، بس يعني اللي هو لا خليني في المجال ده بس عشان اتمكن فيه اكتر واكتر، يعني حابه ان انا اتقدم فيه اكتر واكتر، ما انت دخلش اصلا مجال عندك تاني. مكان مجهز لشغلك ولا؟ هو مركز علاجي فقط للشعر والبشره، مش بيوتي سنتر كامل، يعني هو مخصص لعلاج الشعر طيب والبشرة. معانا اتصال، ام ياسين عايزة تسألك يا مريم على حاجة، اتفضلي معانا يا ام ياسين. الو، ايوه مع حضرتك. ايوه تحت امرك. لو سمحت كنت عايزة اعرف البروتين ده ينفع يتعمل للحوامل ولا لا؟ صعب. ردي يا مريم. في انواع مخصصة للحوامل، بس الاحسن ان احنا نعدي الشهر الثالث وبعد كده نعمل. بصي يا ام ياسين، انت الاول في الشهر الكام؟ في اول الخامس. اول ايه؟ اول الخامس. معلش عشان بسمعك بس من التليفون، مش عايزه اعدي التليفزيون عشان اسمعك كويس. طيب اول اوكي ولا الخامس. يهمك. طيب هي مريم بتقولك ان في انواع اصلا بتكون ضعيفه فيها نسبه الاحماض بتاعتها قليله زي البوتوكس زي الفيلر، دي تناسبك جدا يعني لو انت عملتيها مفيش مشكله، ولكن المتخصصه اللي بتتعامل معاكي تكوني قاعده في مكان حذرة فيه جدا. تهويه، ويا ريت تبعد اصلا عن الفرو. تمام. يعني هو بس هو مفيهوش خطر ان انا اعمله ولا حاجة؟ لا لا لا، بصي هو لو كان زمان، لو انت خطر جدا. المكالمه دي كانت من سنتين ثلاثه كنت انا بنفسي هقولك لا، لكن دلوقتي يعني الانواع اللي طوروا منها دلوقتي والشركات المنافسه ابتدت كل واحد عايز يعمل منتج منافس ما يكونش فيه ضرر. بصراحه ما انا كنت نفسي اعمله، لان انا شعري مش مرتاحه فيه خالص، شعري تعبني جدا نفسيا وجسمانيا. ما هو نفسيا للاسف تعبني جدا. الشعر ده بصي هو تعب نفسيه الشعب المصري كله، فزي ما مريم بتقولك اعملي في انواع لطيفه، ولو حابه تبعتي لنا بعد البرنامج ونقولك كمان ايه الانواع اللي انت ممكن تستخدميها. اهم تمام. شيء انا يا ام حابه ياسين، اروح اهم معاها. شيء ان انت بعد ما تعملي بروتين، نصيحه بقى، لازم مجموعه افتر كير ما يكونش فيها فوسفات ولا فيها اي حاجه تنزل بروتين. هي قطع الخط. فاحنا نكمل لها نصيحه، تمام. والنصيحه دي تكون لكل المشاهدين اصلا اللي ياريت بتشوفنا. ياريت الاهتمام. الاهتمام بعد البروتين يا جماعه، انت عملتي بروتين، الشعر ده تاج المراه زي ما بيقولوا، بيحسن النفسيه وبيعدل المزاج كده، انت نمت صحيتي شكل شعرك تحفه. بعد بقى انا بعد ده لازم اخد فيتامين علشان الروتس الجديده اللي طالعه تطلع بشكل صحي. الشعر اللي معمول بروتين بيكون اصلا وزنه زاد شويه، الشعرايه اللي طالعه طالعه بوزنها الطبيعي، فطبيعي انا عندي وزنين في الشعر، هنا وزن طبيعي وهنا الوزن الزياده اللي محمل عليه بروتين او بوتوكس. لما انا بقوي الروتس الجديده نفسها فبتطلع قويه، بتحمل شعرايه من التساقط او التقطيم. فانت لازم تاخدي فيتامين، وانت كده كده ان شاء الله تولدي بالسلامه، تاخدي فيتامين عشان الرضاعه. الرضاعه كده كده بتضعف الجسم شويه، لان احنا مش بناخد الغذاء الكامل ولا الفيتامينات خالص. واحنا في الرضاعه، والكلام ده بيأثر على الجلد وبيأثر على الشعر لا، وانا وبيأثر. بنصح بالفيتامينات برضو، حتى لو بنوتة عادية ان هي برضو تاخد فيتامينات، لان برضو مش كلنا مهتم بالاكل وبالعناصر الغذائية اهتمام كامل، فعوضي ده بالفيتامينات. صح. المشكلة لا، زي ما انا قلت لك اللي هو فاهمين، لا خلاص انا عملت البروتين، خلاص انا مش هعمل حاجة تاني، انا خلاص دفعت مبلغ فيه ايوه علشان ارتاح منه، خلاص انا مش هعمل في اي حاجة تاني. المفروض ان الاهتمام يتضاعف، يعني الاهتمام بيتضاعف بعد البروتين. هو الاهتمام اصلا في الطبيعي المفروض يكون مع على طول. عاملين بروتين مش عاملين هو بروتين، ما فيش بيكون في اهتمام اهتمام بقى، على طول. هو ما فيش اهتمام في حوار بقى انك اهتمي واستخدمي والكلام ده كله، فهو جديد عليهم، هما بيستصعبوا الامر ما عايزاكي بيهتموش. تكلميني على الالوان
الالوان الجديده كده. الصبغه عايزين كده نشوف هي الالوان الصيحه الجديده في الصبغات. طبعا هو معروف اللي هو الجراي واللي بس للاسف الجراي ما ينفعش مع اي شعر ولا مع اي بشره كمان. يعني هي عايزه البشره الفاتحه جدا، وكمان عايزه الشعر الصحي يكون كثيف وشعرها نفسها صحيه ومستحمله، ما تعملش فيها قبل كده لا حنه ولا صبغه ولا اي نوع من انواع الفرد، تكون بيور خالص عشان انا اقدر اعمل لون زي كده. عايزاكي بقى تنصحي البنات وتقولي لها لما تشوف لون على موديل مثلا ما تقولش انا عايزه اعمل ده خلاص. ايوه طبعا. قولي لها امتى تعملي الالوان دي لما يكون شعرك كذا. هو المفروض ان انا لو شعري صحي جدا انا ليا كامل حريتي ان انا اختار اي لون، لكن لو شعري مجهد اذا كان من بروتين معنا اتصال. طيب يا مريم معلش. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اولا اول شيء مبروك على البرنامج. الله يبارك فيكي. انا عارفه مدام سلمى كانت عملت لبنتي شعرها قبل كده بروتين حبيبتي سلمى، وبصراحه هي كانت طفله كان عندها 6 سنين، بس بصراحه شعري ما كانش فيه اي تساقط ما شاء الله الموضوع خالص ما شاء الله. واعرف حضرتك برضك عملتي لي ميك اب وعملتي العرايس عندنا، بصراحه ما شاء الله حضرتك بروفيشنال جدا. ميرسي حبيبتي. وكل الناس بتشكر في حضرتك، واهم حاجه النتيجه اللي بعد البروتين ده اللي بنقوله. ما فيش تساقط الحمد لله. الحمد لله. يعني كل اللي اعرفه معمول عند حضرتك يعني بيشهدوا الموضوع ده. حبيبتي ربنا يخليكي. ميرسي لاتصالك جدا جدا. ربنا يخليكي تسلمي لي. شكرا ليكي. ايوه مريم كملي. بس انا لو شعري صحي انا اختار اي لون انا عايزاه، بس برضو اختار الشخص اللي انا هعمل عنده اللون ده هو فاهم ولا لا. ممكن يكون شعر صحي وهو بيستخدم مواد كويسه جدا بس بيستخدمها غلط، فانا باخد تدمير الشعر ما باخدش غير كده. فانا المفروض ان انا اختار الاول الشخص اللي انا هعمل عنده، عشان كمان هو ينصحني اذا كنت هعمل اللون ده او هيناسب شعري او مش هيناسب شعري. لانك انت ممكن تروحي مكان بروفيشنال جدا وسمع عنه ان هو كويس جدا، بس مجرد هيقول لك ماشي تمام اتفضلي عاملك اللون، هو ممكن يكون بيدمر شعرك. هو ملهوش دعوه بقى بالكلام ده كله، هو كل اللي عايز ان هو اللون يطلع، هو ملهوش دعوه بقى شعرك هيتدمر او مش هيتدمر، هو اهم حاجه ان اللون يطلع. ودي طبعا مشكله جامده جدا. لو بقى شعرك مهلك او فيه بروتين او عملتي فيه صبغه قبل كده، حتى لو هو كويس بس عمل فيه بروتين او صبغه، فانت ممنوعه منعا باتا الالوان دي ان هي تعملها في شعرك، لان هي هتدمر تدمير تام للشعر. خليكي بقى في الالوان اللي هي متوسطه، اللي هي البنيات، العسلي، النبيتي، الالوان اللي هي مش محتاجه تفتيح غير مرحله واحده او مش محتاجه جهد للشعر، هي بتبقى تغيير كويس وبرده في نفس الوقت حافظت على الشعر، وبرده تكون برده بمواد كويسه ما فيهاش كيميكال وتكون فري امونيا. بس كده. بجد المعلومات بتاعتك قيمه. بما ان احنا اتكلمنا شويه صغيرين على البروتين، طبعا البروتين هياخد معانا حلقات كتير مش هينفع معانا حلقه واحده خالص، واتكلمنا شويه عن الصبغه والالوان اللي المفروض ابعد عنها لو انا شعري فيه ضرر. ما اتكلمناش بقى خالص على البشره. قولي لي بقى انت اتعلمتي ايه في البشره؟ أنا عشان وقت حلقتنا بقى يعني ايه نكون خدنا منك كل المعلومات. تمام. انا بدات في موضوع البشره ده كان من سنه. طبعا اخدت كورس اول حاجه، لان الاجهزه بتاعت البشره ما ينفعش تستخدميها غير وانت عارفه انت بتستخدميها ازاي اساسا، مش زي الشعر مثلا هو زي ما كتير متخصصين بيعملوا خلاص انا شفت فلانه بتعمل كذا فانا هعمل زيها. طبعا ده جهل، بس اهم حاجه طبعا البشره مش زي الشعر خالص، لازم كورسات عشان تعرفي تستخدمي الاجهزه دي. بدات فيها وبدات اجيب جهاز جهاز، كل ما اتعلم على على جهاز واتمكن منه ابدا اشتغل بيه. تمام. بس عايزين بقى قبل ما الحلقه بتاعتنا تخلص الروتين اللي تنصحي بيه البنات، ايه الروتين اليومي اللي تنصحي بيه وتفرقي واحنا نفرق ما بين البشره المركبه والبشره الدهنيه والبشره العاديه؟ تمام. هو اهم حاجه طبعا الروتين اليومي. في بنوته ممكن تيجي يعني مستعده ان هي تدفع مصاريف كتيره جدا على علاج بشرتها وهي اساسا ما فيش روتين. تمام. هي لو كان في روتين من اول خالص ما كانش فيه ولا مشكله هتحصل من المشاكل دي كلها. تمام. فاول حاجه بنبدا الصبح بغسول مناسب للبشرة، إذا كانت بقى بشرتها عادية مختلطة دهنية جافة ببدأ بغسول مناسب ليها. بعد كده بستخدم تونر لقفل المسام. بعد كده بقى لازم مرطب إذا كان برضو مناسب للبشرة الجافة أو البشرة الدهنية. السكربات بقى والماسكات و الكلام ده كله. خلاص الحلقة بتاعتنا انتهت، وأنا بصي مش عايزة أسيبك. و يا رب نكون النهارده قدمنا ولو معلومات صغيره، وقدمت لكم اصغر متخصصه موجوده في مصر تعتبر. وان شاء الله انتظرونا الحلقه الجايه يوم السبت الساعه 5:30 مع حلقه قويه ومليانه فيتامينات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.